أخبار اليوم. كان فنان عظيم وكان إنسان جميل جدا في الحقيقة، وكان صديق عزيز، واشتغلنا مع بعض وسافرنا مع بعض كتير، وكان لنا أصدقاء مشتركين، الأستاذ فؤاد المهندس الله يرحمه، وبهجة قمر، وسمير خفاجة، كلهم ناس عظام وقدموا الكثير للفن المصري. وحسن مصطفى كان لا يقل قيمة عن كبار الفنانين المصريين الحقيقة. هو جميل جدا، انه انسان راقي جدا في احاسيسه وفي مشاعره، ودايما بيطفي جو من المرح والسعادة والنظام والاحترام. كان انسان عظيم الحقيقة، كان الله يرحمه.